السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. هنسجل مع بعض كيفية التدريب على أو كيفية حل قطعة القراءة وكيفية استخراج المعلومات منها. طبعا القطعة بتبقى يعني عاملة مشكلة عند بعض الطلاب، إن في طلاب ما بيعرفوش يطلعوا الإجابة صح. فالنهاردة معايا طالب يوسف إسلام، هنقرأ مع بعض القطعة ونحدد بالظبط وإحنا شغالين كده نعمل إيه عشان نقدر نحلها بشكل صحيح. الموضوع مش محتاج استعجال، محتاج تأني و إن إحنا نقرأ للنهاية عشان نصل إلى نتيجة كويسة. يلا يوسف. ماشي، هايد اند سيك. It is a nice day, so the children are playing outside. What do you want to play? Catch? Asks Rashid. No, we don't have a ball, says Hassan. تمام، خلينا كده، احنا قرأنا Why? لحظة، احنا قرأنا الباراجراف الأول، والباراجراف الأول عليه سؤال. أنا ليه وأنا ماشي كده عمال أحط خط؟ أنا بحدد معاكم كده الكلمات المفتاحية اللي هتفيدني في إجابة السؤال. تعالوا نطبق الكلام اللي أنا عملته دلوقتي على السؤال الأول. طبعا اللي أنا بعمله مش صح، المفروض نقرأ كل القطعة الأول، نقراها مرة ونقراها تاني، ولما يجي عندنا السؤال نقرأ مرة ثالثة. اقرأ كده يا يوسف السؤال الأول. ماشي. Why did the children play outside? أبص على السؤال، في كلمة play outside أو في كلمة outside أو الجملة play outside، هدور عليها عشان أعرف هو عايز إيه الأول. Why did the children play outside؟ اقرأ الاختيارات برضه. They were playing hide and seek, or the weather was good, or Ahmed wants to find them. تعالى نرجع تاني لكلمة outside أو playing outside. ليش؟ هنرجع ورا، هنفضل ماشيين 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 من الأول ونشوف. It is a nice day. It's a nice day. So the children are playing outside. يبقى احنا هنقعد بقى نحلل الإجابات. حل الإجابات، they were playing hide and seek. Okay, they were playing hide and seek. Whether the weather was good, whether Ahmed wants to find them. B. B، لأن هو بيقول لي it was أو it is a nice day، ومقصود بيها إن الطقس كان جاي. ممتاز يا يوسف، يبقى كده الإجابة الأولى هي B، إن الطقس كان كويس. طب تعالى نحل بقى الأجوبة، ما أنا عايز أتأكد إن صح ولا غلط. They were playing hide and seek، ما كانش ايه، مش هو ده الموضوع من البدايه، هم لسه قرروا بعدين. احمد wants to find them، لسه دي مرحله بعيد مش دلوقتي، يبقى الاجابه هي كانت بي. طيب ننتقل للسؤال الثاني او ماشي. Why did نكمل القراءه عشان برضو ايه، نكمل القراءه الاول. don't we play hide and seek? says Ahmed. I'll find you. He puts his hands over his eyes so cannot. طبعا اول واحد، اول شخصيه معانا، احنا عندنا كذا شخصيه. راشد قال هنلعب كاتش، بعدين حسن قال مش معانا كوره، بعدين قالوا هنلعب هايد اند سيك. احمد اللي قال هنبدا دلوقتي تشوف ايه اللي حصل. He puts his hand over his eyes so he cannot see everyone. Runs away. Salim goes behind a big tree and puts his arm by his side. Hassan goes between the flower beds. Rashid goes under the small chair. But his head won't fit. Ahmed sees him first. His hand touches Rashid's arm. Caught you, catch you, he cries. Then he hears a sound near the flowers. Hassan's nose is busy smelling the flower, and he doesn't see Ahmed. I caught you, Ahmed shouts as he touches Hassan's back. That leaves Salim. Ahmed looks for under it. Chairs behind trees, even in Salem's house. He is so good at hiding that Ahmed shouts, Salem, where are you? Salem runs out from behind the big trees. All the boys laugh and run at home. طبعا بدأوا يلعبوا لعبة هايد اند سيك اللي هي السرماية أو الغميضة زي ما بنسميها، وكل واحد منهم استخبى في مكان. فالمفروض إحنا بنكون متابعين النص. سالم جوز بيهايند ذا بيج تري، راح ورا شجرة كبيرة،
حسن goes between the flowers bed. حسن اختبأ ما بين الزهور، وراشد goes under a small chair. راشد راح تحت كرسي صغير حتى إن راسه ما دخلتش يعني. أحمد sees him first. أحمد شافه الأول، أول حد إنه كان باين his hands touch راشد's arm. طبعا مش هنفسر عشان في أسئلة على الأشياء دي. وبعدين then he hears the sound near the flower. سمع صوت قريب من الزهور. حسن نوز، حسن's nose، أنف حسن كانت مشغولة بالشم، كان بيشم يعني، ما كانش إيه مركز. فأحمد شافه. عندي هو ما شافش أحمد، ولكن أحمد هو اللي شافه ولمسه وقال إن هو مسك. طيب خلينا نحل، عشان لو أنا ترجمت أكتر من كده يبقى أنا بجاوب الامتحان. أحمد Ahmed wanted to play hide and seek because they couldn't play the other game. ولا Hassan doesn't like playing catch. ولا Rashid wants to play another game. تعالى من تحت، راشد wants to play another game. هو قال كده يعني بعد ما هم اتفقوا ان ما ينفعش ان هم يلعبوا كاتش، راشد كان بيلعب لعبة تانية. لا لا حسن doesn't like playing catch. No, they couldn't play the other game. أيوة هي دي الإجابة الصحيحة، لأن كان قال إن هم ما عندهمش كورة، فلغوا فكرة إن هم يلعبوا كاتش، فده السبب. They couldn't play the other game، ما كانش يقدروا يلعبوا اللعبة التانية. السؤال مظبوط. الثالث، يبقى احنا بنقعد نحلل الأسئلة ما نختارش وخلاص، نحلل الإجابات واحد واحد. ماشي. يلا What part of Rashid's helps أحمد find him؟ كلمة مهمة عندنا، راشد جزء من جسم راشد اللي ساعد أحمد إن هو يجده، يبقى هندور على اسم راشد كان مستخبي فين وإيه اللي حصل. تعالى دور معايا على راشد. آدي راشد، راشد جوز under a small chair but his head won't fit. لسه انا بقول يوسف ما نستعجلش، كمل للاخر. ماشي. يلا احمد أحمد سيز sees هيم، him first. His hand touches Rashid's arm. يبقى Daddy, he cries. ايه الجزء اللي من جسم راشد اللي ساعد احمد ان هو يشوفه؟ His head. ركز يا يوسف. ها أيوه هو قال under and but his head won't وانفيت fit. راسه، ايوه ما كانش داخله تحت الكرسي، ولكن احمد سيز هيم فيرست، هيز هاند تاتشز راشد's arm. The arms. يبقى ذا ارم، هيز ارم. لا ويت مصر لي ان شاء الله. هو مسك الاول. هو معاه هو ال ازاي هو لمس ذراعه، وده اللي ساعد ان هو ينتبه ليه. تمام؟ هو لمس الزرار بالغلط. هو يعني ما خدش باله من راسه. ممكن فده اللي خلاه ان هو لمس ذراعه ف قدر يختار. السؤال اللي بعده، وير ديد سالم جو؟ يبقى تعالى ندور على سالم، فين سالم؟ Salim goes behind a big tree. يبقى الاجابه Behind a big tree. دي باينه، دي ما فيهاش اي لف ودوران، هي سهله. سؤال Oh. ثاني، In the text, which sentences did Ahmed use to find his friends? مش مكتوب لي في النص يعني ايه سينسز، بس انا عارفها من صف تاني اللي هي الحواس. هنشوف شو هي الحواس اللي استخدمها، هنفهم من خلال الاختيارات. هنا اختار، هنا استخدم ثلاثة، Three touching senses, touching, seeing smelling and ولا hearing. hearing، ولا ولا he اتنين used بس؟ two senses, hearing and smelling. ولا he used one sense, which was touching. تعال نشوف. هنا sees يبقى استخدم seeing، hears استخدم hearing، وتاتش فين تاتش؟ وتاتش فاستخدم ايه؟ اللمس. تمام؟ طب سميلينج، لو قلنا هيرينج وسميلينج، هو استخدم الشم في ان هو يجدهم؟ لا، لا حسن هو اللي استخدم الشم، حسن كان بيستخدم انفه، كان انفه مشغوله بالشم، يبقى دي غلط. هل هو استخدم بس اللمس؟ غلط. لا يبقى هو الاجابه استخدم هي غلط. ثلاثة. هو تمام، استخدم الرؤية والتاتش والهيرينج. هو تمام. سمع يبقى صوت. He hears the sound of the flowers. بعدين he touched the arms of someone and he saw someone. تمام، يبقى في الحالة دي احنا برضو حللنا كل الاختيارات وفي الآخر رسينا ان هي دي الصحيحة.
السؤال اللي دايما بيجينا كل مرة، اللي هو السؤال بتاع إيه؟ اللي هو السادس ده، اللي هو the text is about how، يعني أو what is، يعني the text is mainly about. دايما السؤال ده بيجي، النص بالكامل عن شو؟ يبقى هو بيقول لي عن كامل النص، عن الكامل كله، مش على جزئية واحدة. The boys The spent their evening. boys spent their evening. في evening هنا؟ لا wait wait evening to you to use your scenes في game ولا راشد found all the boys هي تطلع hide and seek هو ما لقاش كل حد هو لقى صح، يبقى دي غلط. بقى واحد بقى واحد ما لقوش، اللي هو سالم، يبقى دي غلط. والايفنينج كمان هل هم كانوا بقى حد قال الايفنينج هنا؟ حد كلام ان هم كانوا بقى الايفنينج؟ لا، انما هو يعني بالفعل يوز سينسز في نولب. يبقى هي دي ايه؟ الاجابه صحيحه. يبقى برضو السؤال ده بشوف كل الاختيارات والانسب منها بختار. كده احنا جاوبنا على اختبار قراءة مكون من 6 أسئلة تقريبا، على نفس النظام الامتحان إن شاء الله. جبنا الجزء الأول هيكون عليه 6 أسئلة اختيار من متعدد. ننتقل إلى سؤال الميز. سؤال الميز اللي بيشمل الفوكابلري والجرامر، يعني هيركز على حاجتين: المفردات اللي احنا درسناها خلال الترم، والقواعد اللي احنا درسناها خلال الترم. هناخد كنموذج كده وازاي نجاوب على الأسئلة. هيكون موجود 10 أسئلة فقط في سؤال الميز، مش 15 زي موجود في النموذج ده. ده نموذج مجرد بس إن إحنا نتدرب على بعض الفوكابلري والجرامر اللي إحنا خدناه أثناء الترم الأول. يلا يوسف نبدأ. Okay. Maria loves free time. She loves to read books. الكلمات اللي هي يعني الكلمة المناسبة لكلمة بوك هي إن هو read book، يقرأ كتاب، read books. She enjoys playing video games with her. يبقى فيديو عشان كلمة games احنا خدناها في الوحدة الأولى. with her Brother حمد أكيد براذر لأنها الوحيدة اللي مذكر. Sometimes he goes out with her family to the mall. صح، لأن الفيرب جو بياخد حرف الجر تو. Mariam likes indoor activities like watching TV. طبعا اندور يعني في الداخل، نشاط داخلي، واشنج تي في، انما البلاينج باسكت بول والسايكلينج بيكونوا بره، خارجيه، انشطه خارجيه. She also likes going to the park to meet her friends from school. اكيد اصدقائها من المدرسة. Mariam also likes writing letters. صح، هتكتب خطابات لصديقتها وليس قصص ولا كتب. To her صديقتها. best friend Iman who lives in Egypt. صح، لأن دي حقيقة فاكت، فناخد عليها present simple، والpresent simple مع المفرد بنحطه في فعل اس. شاطر جدا يا يوسف. Man has promised to has visit has اللي هو present perfect، التصريف الثالث has، والتصريف الثالث to ممتاز. visit Mariam in winter. إيمان is keen. keen بتاخد حرف الجر، keen Is keen keen is keen on keen on، يعني متيمة ب، متيم ب baking، baking delicious cakes, but she is hopeless. hopeless بتاخد بيجي At وراها حرف الجر drawing. at. صح، يعني فقد الأمل فيه. drawing Mariam says she will be very happy when Emma visits her. طبعا اكيد صديقتها هتيجي فهتكون فرحانه. Mariam and Emma ايمان were spending hours chatting with each other every day. ايفر داي كلمه من الكلمات اللي بتدل على زمن ايه؟ البريزنت سيمبل. Simple. Last week, يبقى ناخد ايه؟ our spending. بريزنت سيمبل. بريزنت سيمبل لما اشوف ايفر هم بيقضوا لا بانتظام wait كعاده، Mariam and spend. spend. يعني مضارع، مضارع بسيط، يعني الفعل اللي بدون اس مع الجمع. هنا الفعل جمع فما بحطش فيه
اس، وفي نفس الوقت بيكون ايه تصرف قوي. طيب لاست ويك، طبعا طبعا في لاست last اعرف week ان اللي هيجي لي بعدين ايه هيجي لي ماضي. but بس last week while Emma's talked with Maryam لا لحظة، خدنا في الترم الأول قاعدة وايل، وايل بيجي بعديها what she ماضي was what she was while Emma was talking صح، ماضي with Maryam مستمر. a delivery man came to her house and gave her a gift. إيه طبعا طبعا ماضي، فهتكون إيه إيه A gift. it It was was only it was it was from something other. It was from مريم. Marjan. مريم she felt happy ولا happily ولا She happier؟ felt happy. happy. ممتاز جدا They كده، happy. happier طبعا لو في صيغة تفضيل، ولكن هنا مفيش صيغة تفضيل. ننتقل إلى Oh, نموذج she آخر. feels better. نعم، في نموذج آخر ل لسؤال الميز. لحظة، ايوه هو ده، يلا نقرا. عندنا بنت اسمها بس وولد اسمه نيد، عندهم قصه، تعال نشوفها. ماشي. بس makes pots out of clay. She makes huge pots. The huge pots hold water. She makes tiny pots. The tiny pots are for water. Kids use them as cups. Only Bess knows how to make the pots. Ned wants to make pots too. He goes to see Bess has mud all over. She looks at cups. لا، she looks at مين؟ I Ned. She looks at Ned as Ned. I ايوه want to make pots, Ned says. You're too little to make pots, Bess says. Come back when you're a man. Ned walks home. He still wants to make pots. He knows where he can find the clay. He walks there. He takes some clay home in a bag. Ned makes a pot. The cups is not very nice. The pot عشان is مفرط. not very nice. It has so crack. يعني crack. كراك يعني شرخ، فيها شرخ. It has a crack. تمام. It surges on one side. It will not hold water. Ned is not sad. That was my first pot. He says the next one will be better. ممتاز جدا يا يوسف. طبعا يعني مش كل الطلاب، مش عايز حد يحبط، هو ما شاء الله عليه يوسف اللي يشوف الفيديو، ما شاء الله هو ما شاء الله عليه ذكي، هو لاول مره بيشوف الفيديو، او سوري اول مره بيشوف التدريب وحله مباشره. طبعا المفروض ان هو بياخد وقت في الحل، فممكن واحنا ماشيين كده في بعض الاخطاء البسيطه، لكن لما بيراجع نفسه وبيحلها صح. لازم ناخد وقتنا اكتر، اكيد الطلاب التانيين ممكن ياخدوا وقت اكتر، ممكن ياخدوا 10 دقائق في حل التدريب ده، ولكن هي الموضوع بيعتمد على الذكاء والفهم، فما تستعجلوش في الحل. كده نكون وصلنا لنهاية شرح الفيديو الخاص بكيفية حل نموذج على القراءة، ونموذج أو نموذجين لسؤال الميز. أتمنى لكم التوفيق، وانتظرونا فيديوهات أكثر إن شاء الله. مع السلامة.